سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. يعد اللاعب الدولي السابق وهداف المنتخب الليبي لكرة القدم مختار الغناي صاحب أول هدف دولي رسمي في أول ظهور ومشاركة دولية رسمية للمنتخب الليبي في الدورة الرياضية العربية الأولى بالإسكندرية عام 1953، واستطاع تسجيل اسمه في الذاكرة كأول لاعب عربي ليبي يفتتح سجل الأهداف في تاريخ الدورات الرياضية العربية ويقص شريط أهدافها. كان منتخبنا الوطني وقتها يضم العديد من الأسماء الكروية اللامعة والكبيرة والمواهب الفذة، أمثال عبد المتعال شتوان، الشهير بتعولة قائد الفريق، علي الزنتوتي ومفتاح الأصفر، ومصطفى المكي وأحمد الضرات ومهدي كويري حارس المرمى، وبن عيسى الجربي ومحمد اليمني والخضار وحسن لمير وحارس المرمى علي الشح ومحمد الهوني. وكان الراحل مسعود الزنتوتي إلى جانب كونه رئيساً للبعثة يقوم بوضع تشكيلة المنتخب بالتعاون مع القائد الفريق تعولة. استهل فريقنا الوطني مشاركته الدولية الرسمية في هذه الدورة الأولى بلقاء منتخب فلسطين، والتي انتهت بفوز منتخبنا بنتيجة كبيرة من الأهداف بلغت 5 أهداف مقابل 2، حيث سجل اللاعب مختار الغناي أول ثنائية لمنتخبنا في تلك المباراة، فيما سجل باقي الأهداف كل من علي الزقوزي ومحمد اليمني ومحمد الهوني. وفي المباراة الثانية قدم منتخبنا الوطني مباراة قوية أمام المنتخب الأردني وانتصر بجدارة ب3 أهداف مقابل 2، حيث أحرز الهدف الأول ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب علي الزنتوتي، وسجل هدف الفوز الثالث تعولة. وكان نجم منتخبنا مختار الغناي هداف المنتخب الليبي برصيد 3 أهداف بصحبة اللاعب الكبير علي الزنتوتي الذي أحرز 3 أهداف أيضاً، وحصد فريقنا الوطني المركز الثالث والقلادة البرونزية في أول بطولة عربية رسمية. واللاعب الدولي مختار فضيل الغناي هو من جيل الرواد، حيث مارس كرة القدم مبكراً وهو من مواليد 1932 ببنغازي، وبدأ مسيرته الكروية كلاعب هداف من طراز الرفيع مع فريق النجمة منذ أواخر الأربعينيات، حيث اعتزل الملاعب في منتصف الستينيات كما لعب لفريق الأهلي ببنغازي ومنتخب المحافظات الشرقية والمنتخب الوطني. بدأت مسيرته الرياضية مع فريق النجمة عام 1948 ثم الأهلي، انضم للمنتخب الوطني في عام 1953 وهو صاحب أول هدف ليبي وهدف عربي في تاريخ الدورات العربية. ومختار الغناي ينحدر من أسرة رياضية ثقافية عريقة لها جذورها في بلادنا، فشقيقه الأكبر هو الأستاذ عبد رب الغناي الذي كان لاعباً في سنوات الثلاثينيات وشاعر من كبار الشعراء في ليبيا، وشقيقه الثاني هو الراحل حسين الغناي وهو من شعرائنا الكبار. أما شقيقه الأصغر خالد الغناي فكان لاعباً مميزاً هو الآخر، وكان لاعباً بفريق التحدي.